السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بولاية كسلة، وخميس بكر يلتقي وفد قيادات محلية كلبوس بعد الأحداث الأخيرة. الناظر تركي يقول هناك اتفاق على إيقاف خطاب الكراهية ضد أبناء القومية الواحدة، والتجاني عبد الله يقول سبب خروجنا من تحالف قحط هو نهجها الإقصائي. عمار السجاد يقول ما يجري داخل الأروقة بالمؤتمر الشعبي ليس خلافا وإنما حراك خشن، وعمر الدقير يقول لا عودة للشراكة السابقة ولسنا بصدد أي اتفاق ثنائي. أهلا بكم إلى التفاصيل. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء اندلاع اشتباكات قبلية بولاية كسلة وسط دعوات أهلية لتدخل حكومة الولاية لفض الاشتباكات. وقالت مصادر محلية وفق صحيفة السوداني أن الاشتباكات اندلعت في حي مكرام وكادوغلي بالمحلية، حيث تم نقل مصابي الاشتباكات إلى مستشفى كسل التعليمي والمستشفى العسكري لتلقي العلاج، فيما تم نقل الحالات الحرجة إلى الخرطوم وتسليم جثامين القتلى إلى ذويهم. التقى والي ولاية غرب دارفور خميس بكر وفد قيادات محلية كلبوس برئاسة وكيل سلطان دار قمير الأمير يحيى بولات، وطالب الأمير يحيى حكومة الولاية بضرورة إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين والعمل على بسط الأمن بالمنطقة. وقال إن الأحداث الأخيرة خلفت نحو 117 قتيل ونهب الآلاف من الماشية. وفي سياق متصل، ترأس والي ولاية غرب دارفور خميس بكر بأمانة الحكومة الاجتماع الطارئ للجنة الأمن بشأن وضع التدابير اللازمة جراء الأحداث الأخيرة التي اندلعت بمحلية كلبوس. وأوضح مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوق سليمان إسماعيل أن الاجتماع خلص إلى عدد من القرارات، من بينها تشكيل لجنة لحصر الخسائر المادية والبشرية وتوجيه مفوضية العون الإنساني بتقديم المساعدات للمتضررين، مضيفا أن لجنة الأمن دفعت ب 98 عربة لاند كروز مجهزة بقوات مشتركة لتعزيز الأوضاع الأمنية بالمنطقة. قالت اللجنة الفنية العليا لتخطيط وتعيين الحدود الإدارية لولايات شرق السودان أنه من حق أي سوداني العيش في أي منطقة بالسودان ما دامت داخل حدود البلاد. وأكد رئيس اللجنة معاذ تانغو التزامهم بالعمل بمهنية عالية دون أي تأثير أو قرار غير مستند على الوثائق والمستندات الرسمية، وأن العمل بتحديد وتعيين الحدود الإدارية ماض على قدم وساق مع وجود مساعي لمراجعة كافة القرارات الراهنة المتعلقة بالحدود الإدارية بين ولايات الشرق. أكد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين ترك على إيقاف كل خطابات الكراهية ضد أبناء القومية الواحدة، وطالب ترك كل أبناء البيجا رفض ما وصفه بالمسار المشؤوم والتمسك بمنبر منفصل لقضية الشرق، ورفض تناول القضية وتشخيصها في إطار قبلي أو لمنفعة سياسية، وعدم الاهتمام بما يتناوله الإعلام. اتفق الجميع على الآتي: أولا إيقاف كل الخطابات الكراهية والأدائية ضد ابناء القومية الواحدة، واتفقنا حسب أعرافنا وتقاليدنا عدم عرض أي قضية بيجاوية أو شخصية بيجاوية أن يتم تناوله عبر تواصل اجتماعي. فمن هنا نوجه كل ابناء البيجا الحاذبين على مصلحة البيجا والحاذبين على مصلحة المجلس والحاذبين على حقوق البيجا والحاذبين والملتزمين برفض المسار المشؤوم، كلهم جميعا
نرجو أن هذه القضية استشهد منها الشباب من خيار الشباب، وهذه القضية الآن لقد وصلناها إن شاء الله إلى مراحل الأخيرة للفهم النهائي بمطالبتنا بمنبر منفصل لهذه القضية. نرجو أن لا يكون يعكر صفونا هذا التناول الإعلامي الغير إيجابي الذي يتناوله إبنائنا تارة بالتسجيل أو بالكتابة. فلذلك نناشدهم جميعا أن لا يتناولوا هذه القضية إلا في مصلحة القضية، ولا نريد أي تناول قبلي، ولا نريد أن تشخص القضية في إطار قبلي ضيق ولا في إطار منفعة سياسية معينة. أعلن الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان بقيادة مصطفى تنبور التجاني عبد الله خروج الحركة من قحط المجلس المركزي، وأوضح التجاني خلال مؤتمر صحفي أنه سبب الخروج من تحالف قحط هو النهج الإقصائي وعدم إشراك الحركة بالقرارات التي يتم اتخاذها، مؤكدا دعم الحركة للحوار الذي تجريه الآلية الثلاثية لتجاوز الأزمة السياسية. تناقش مجموعة من القضايا المهمة، من أبرز هذا القضايا هو موقف الحركة تجاه تحالف الحرية والتغيير وسير التنفيذ اتفاقيات السلام والحوار السوداني الذي انطلق في الأيام القليلة الماضية وخلص الاجتماع بالقرارات التالية: خروج الحركة نهائيا من تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي وفك الارتباط بينهما للأسباب التالية: ألف، نهج الإقصائي في إدارة التحالف منذ توقيع الحركة إعلان السياسي للتحالف لم ولن تكون جزء من أي قرار يتم اتخاذه، بل نتفاجأ بالإقصاء وهنالك أطراف محددة ظلت تنفرد بالقرارات المسيرية للتحالف، وهذا النهج الإقصائي تماما ما تنقص تماما مع مبدأ الممارسة الديمقراطية. ضبابية موقف الحرية والتغيير تجاه اتفاقية السلام في ظل منادين بعض الأطراف بضرورة أو مراجعة أو إلقاء تماما للاتفاقية جبل السلام. 2، ضرورة الضغط على الجهات الأمنية للإسراع في تنفيذ اتفاقية السلام وسير التدريبات الأمنية في إقليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق. 3، أمن الاجتماع على دعم مساندة للآلية الثلاثية لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد وخلق التوافق الوطني لا يستثني سوى المؤتمر الوطني ودامت نضالات الشعب السوداني. ده كان مجمل من قرارات المكتب السياسي للحركة، ناقش مجموعة من القضايا من أبرزهم هو خروجنا من تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي، وناقش أيضا القضايا الاقتصادية، وناقش عملية البطالة والفاقد التربوي وتدني مسلم. وفي سياق آخر، دعا قائد حركة جيش تحرير السودان مصطفى تنبور حكومة الخرطوم إلى تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وعدم التعلل بشح الموارد، وأضاف تنبور أن شح الموارد ليس مبررا كافيا لعدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، مشددا على ضرورة إنفاذه لارتباطه الوثيق بأمن وسلامة المواطنين. بهذه الطريقة نستطيع أن نضع حد للتفلت الأمني في إقليم دارفور، وكذلك ننفذ بند الترتيبات الأمنية الذي نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام. وهذا البند تم الاتفاق على تنفيذه عبر جدول زمني عقب التوقيع على اتفاقية جوبا مباشرة. للأسف الشديد الحكومة تعللت بأنها لا تمتلك المالية الكافية، ولذلك هي عجزت طيلة الفترات السابقة أن تنفذ هذا البند، ولكن أعتقد أن شح الإمكانيات وعدم توفير الميزانية اللازمة ليس هو مبررا كافيا لتأخير أو عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية. هذا البند مهم ويجب أن ينفذ بشكل مباشر، لأنه مرتبط ارتباط حقيقي بأمن الناس وسلامة الناس واستقرار الناس، وبدونه لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن ننفذ حتى بقية البروتوكولات الأخرى.
وبالتالي لا مفر أبدا من تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، وخاصة بروتوكول الترتيبات الأمنية. صحيح الواقع في السودان الآن. قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي عمار السجاد أن ما يجري داخل أروقة الحزب ليس خلافا وإنما هو حراك خشن على حد وصفه. وأوضح السجاد لصحيفة السودان أنهم يسعون إلى عقد الشورى باعتبارها أعلى سلطة مخولة بمحاسبة القيادة والأمانة، مؤكدا استيفاء شروط انعقاد الشورى وستتم المحاسبة وإعادة النظر في جميع القرارات. وفي سياق متصل، كشف عمار السجاد عن وجود خلاف عميق داخل الخط السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، خاصة في التعامل مع الآلية الثلاثية وقحط. وأكد السجاد أن الشورى ستحاسب الأمين العام علي الحاج لعدم التزامه بقرارات المؤتمر العام التي تم التعدي عليها وتجاوزها على حد تعبيره. طارئة، في خلافات كبيرة في جو الحزب في الخط السياسي كله. في خلاف في موضوع التعاون مع الثلاثيه ذاتها، في خلاف في التعاون مع الحريه والتغيير، في خلاف التعاون مع التيار الاسلامي، في خلاف في فكره مشروع المنظومه ذاته وانطلاقه. مشروع المنظومه الخلف ده اجاد المؤتمر، اتقدمت ورقه في المؤتمر الذي ينتخب على الحاج اسمها المنظومه الخلفه، وتم تكليف الامانه بانفاذ المنظومه. فدي نحن دارين الشورى تيجي تحاسب الامين العام في هذا الموضوع. الموضوع العام خلى اخلال بين بهذه التوصيه وبهذا القرار، ما توصيه، المطور عم بيوصي، طبعا بيغرر. قرار المطور العام، الامين العام اكل هذا القرار، وامانته هذا القرار، ونحن دارين نجيب الشورى عشان نحاسبه. مش نعزلهم والله، ما لا، محاسبتهم. أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أنه لا عودة للشراكة السابقة مع العسكر أو أي اتفاق ثنائي. وقال الدقير إنهم قدموا رسالة في الاجتماع الذي ضمهم مع المكون العسكري، مفادها أن العملية السياسية يجب أن توفر لها إجراءات تهيئة المناخ وإنهاء الانقلاب بسلطة مدنية كاملة، وأن رفضهم للمشاركة في حوار الآلية الثلاثية سببه الخلط بين المؤيدين والمعارضين للانقلاب حسب قوله. عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي عبد الباقي عبد القادر لقاء مع وفد منظمة الصحة العالمية الزائر للبلاد بحضور أعضاء اللجنة العليا للطوارئ الصحية. وأوضح مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية منتصر محمد في تصريح صحفي أن زيارة الوفد تهدف للوقوف على مدى الاستجابة لمكافحة وباء كورونا وغيره من الأوبئة التي تنتقل عن طريق الحشرات وتزداد بعدم الاهتمام بالتطعيم. الهدف من زيارة الوفد هي الوقوف على الاستجابة للوباء كورونا، بالإضافة للأوبئة الأخرى اللي هي منتقلة عن طريق الحشرات أو الأوبئة المنتقلة عن طريق التطعيم، عدم التطعيم. الوفد وضح للأخ الرئيس أهداف الزيارة. الوفد زار من منظمة الصحة العالمية، زار وزارة الصحة الاتحادية، وقابل الأخ الوزير وكل أعضاء اللجنة بنفس الطريقة، وقف على الاستجابة والاستعداد للأوبئة الصحية وأيضا الطوارئ الصحية بالسودان من الإخوة المدراء العامين في الوزارة، بالإضافة لزيارة الوفد لولايتين، ولاية الخرطوم وولاية نهر النيل. الوفد الآن في مقابلته مع الأخ رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية وضح أهداف الزيارة، وكمان بنفس الطريقة وضح الأسباب بتاعة المقابلة اليوم، اللي هي من ضمنها طريقة العمل في اللجنة العليا وأهداف اللجنة العليا، ونوقشت فيها سير العمل، سير اتخاذ القرار وتنفيذه، وأشاد الوفد أيضا بالعمل الموجود في
السودان بالنسبة لكل اللجان، من ضمنها اللجنة العليا للطوارئ الصحية واللجنة الفنية للطوارئ الصحية الموجودة في وزارة الصحة، بالإضافة للجان الموجودة في كل الولايات. الوفد في نهاية المطاف سيقوم بإعداد تقرير سيسلم للأخ رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية. أكد وزير العدل محمد سعيد الحلو أمام جلسة حقوق الإنسان في جنيف الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس 32 بشأن السودان أن الأجهزة العدلية السودانية قادرة على تحقيق العدالة وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة. وأوضح الحلو أنه في إطار التعاون مع الآلية الدولية لحقوق الإنسان استضاف السودان الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان مرتين، وتم استيفاء كافة توصيات الخبير أبرزها رفع حالة الطوارئ وحوار الآلية الثلاثية الذي سيفضي إلى توافق وطني وانتخابات حرة ونزيهة. بلاد الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان مرتين، الأولى في فبراير الماضي حيث قدم حزمة من التوصيات، ثم جاء زيارته الثانية في يونيو الجاري، وقد تم استيفاء كافة توصيات الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، أبرزها رفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد. كما تشهد بلادي حوارا سودانيا خالصا تسهله الآلية الثلاثية المكونة من البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي والإيجاد لأجل التوصل إلى توافق وطني يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة. سيدي الرئيس، يأتي التعاون الذي أبدته بلادي مع الخبير المعين تجسيدا لحرصها على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان رغم شواغلنا المتعلقة بالتفويض الممنوح له، وذلك نسبة لتعدد الجهات التي تحمل تفويضا حول متابعة أوضاع حقوق الإنسان بالسودان. ففي الوقت الذي وافقت فيه بلادي طواعية على استضافة مكتب قطري لحقوق الإنسان وبتفويض كامل للعمل مع الجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، أضيف مكون لحقوق الإنسان في إطار التفويض الأساسي للبعثة المتكاملة لدعم الانتقال يونيتامس، ثم جاء قرار مجلسكم الموقر بتعيين خبير للعمل مع المكتب القطري للمفوض السامي. يود السودان أن يشير إلى أن الوضعية الحالية لآليات حقوق الإنسان في البلاد تنطوي على توسع لا مبرر له، وتعد هدرا للموارد الشحيحة أصلا، كما يمكن أن تقود إلى تضارب الاختصاصات بين الآليات المذكورة. وفي ذات السياق أعلن وزير العدل محمد سعيد الحلو أن الحكومة الانتقالية الحالية مصممة على تجاوز التحديات وتخطي الصعوبات من أجل احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية. وأوضح الحلو أن السودان يتطلع للعمل مع المجتمع الدولي لاستئناف الدعم اللازم بما يساهم في تجاوز التحديات الماثلة، مؤكدا أن النيابة العامة شكلت عددا من لجان التحقيق حول مزاعم انتهاك حقوق الإنسان عقب إجراء 25 من أكتوبر، بالإضافة إلى لجنة التحقيق بأحداث كرينيك الأخيرة. قانون من أجل تعزيز وترقية حقوق الإنسان، نؤكد لكم أن أجهزتنا العدلية قادرة وراقبة في تحقيق العدالة وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الدعم الفني. وفي هذا الصدد شكلت النيابة العامة ببلادي عددا من لجان التحقيق حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة للتظاهرات التي شهدتها البلاد عقب 25 أكتوبر، هذا بالإضافة إلى لجنة التحقيق الخاصة بالأحداث الأخيرة بمنطقة كرينيك بدارفور. هذه اللجان على وشك الفراق من أعمالها رغم التحديات التقنية التي تواجهها. أكد المجلس القومي لرعاية الطفولة استمرار جهوده في رسم السياسات ووضع الخطط لحماية ورعاية حقوق الطفل، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل الإفريقي. وأكد بيان المجلس التزام حكومة السودان بميثاق الطفل الإفريقي وأجندة إفريقيا 2040، موضحا أنه اتخذ من الأجندة خطة عمل على مستوى المركز والولايات ليكون أطفال السودان بحلول 2040 يتمتعون بكافة حقوقهم والقضاء على كل الممارسات الضارة.
وصل لليوم الثاني على التوالي إلى مطار الخرطوم 145 مواطنا سودانيا قادما من العاصمة الليبية طرابلس في إطار المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة. يذكر أنه قد وصل بالأمس من بنغازي 141 مواطنا سودانيا، ومن المتوقع وصول 121 آخرين الأسبوع المقبل. أكد تجمع مزارعي الولاية الشمالية أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الذي وقعته مع التجمع، وأن هناك مشاريع تسدد فاتورة الكهرباء بالسعر الجديد. وقال رئيس التجمع رضا الإدريسي بحسب اليوم التالي أنه تم تقديم مذكرة لوالي الشمالية، غير أنهم لم يتلقوا أي رد إلى الآن، معلنا عن وجود مشاورات بين المزارعين للتصعيد وإغلاق الولاية لحين الاستجابة لمطالبهم. أعلن بنك السودان المركزي عن طرحه فئة 1000 جنيه للتداول في كافة فروع البنك بالعاصمة والولايات. وأوضح البنك أن الفئة النقدية الجديدة جاءت استنادا إلى سلطات البنك المركزي ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية واستقرار سعر صرفها، حيث بلغ سعر بيع الدولار 567 جنيها وسعر شرائه 569 جنيها. أعلن مجلس الأدوية والسموم فرع ولاية الجزيرة عن ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات بمحلية شرق الجزيرة. وأوضح رئيس مجلس الأدوية والسموم بالولاية حبيب الله النور في تصريح لسونا أن الأدوية التي تم ضبطها تقدر قيمتها بمبلغ 500,000 جنيه، وأن المجلس قام باتخاذ الإجراءات اللازمة، مجددا حرص المجلس على ردع كل من تسوي له نفسه الإضرار بصحة المواطن. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بولاية كسلة، وخميس بكر يلتقي وفد قيادات محلية كلبوس بعد الأحداث الأخيرة. الناظر ترك يقول هناك اتفاق على إيقاف خطاب الكراهية ضد أبناء القومية الواحدة. والتجاني عبد الله يقول سبب خروجنا من تحالف قحط هو نهجها الإقصائي. عمار السجاد يقول ما يجري داخل الأروقة بالمؤتمر الشعبي ليس خلافا وإنما حراك خشن. وعمر الدقير يقول لا عودة للشراكة السابقة، ولسنا بصدد أي اتفاق ثنائي. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات.